فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا انتشرت المساجد التي تبنى على القبور، فلو تفضلتم حفظكم الله ببيان الأسلوب الأمثل في تغيير هذه الظاهرة الشائعة في بلادنا. فلو يقول في بلدنا انتشرت المساجد التي تبنى على القبور، فلو تفضلتم ببيان الأسلوب الأمثل في تغيير هذه الظاهرة الشائعة في بلادهم. الأسلوب الأمثل الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، أن تعقدوا دروسا في التوحيد، تبينون للناس التوحيد شيئا فشيئا، تتدرجون به، هذه هي الطريقة الأمثل. نعم.